نفذت الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي البحريني وبمشاركة 9 دول شقيقة وصديقة وحليفة في التمرين الجوي المشترك الربط الأساسي 2018 إحدى مراحل التطبيق الجوي العملية، حيث يهدف تمرين الربط الأساسي 2018 إلى تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل في مجال التمارين الجوية وتبادل التجارب العسكرية والخبرات القتالية بين الدول المشاركة في التمرين، والعمل على تقريب القواسم العسكرية المشتركة لوضع مفاهيم موحدة بين الدول المشاركة وصولا إلى التكامل المنشود في هذا المجال الحيوي. كما يهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية للأسلحة الجوية في الدول المشاركة من الأشقاء والأصدقاء والحلفاء. ويأتي هذا التمرين الجوي المشترك الربط الأساسي 2018 امتدادا لسلسلة تمارين الربط الأساسي الذي ينفذ كل سنتين وبصورة دورية بين الأسلحة الجوية للدول المشاركة من الأشقاء والأصدقاء والحلفاء. كما يعد هذا التمرين من أرقى مراحل الأنشطة التدريبية الجوية المشتركة، سواء من حيث المستوى أو حجم القوات المشاركة أو تقنية معدات القتال، فضلا عن درجة الاحتراف القائمة بالتمرين، وهو في حد ذاته تجسيد عملي للتعاون والتنسيق العسكري المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة والحليفة. شلنك 2018 نحب نتوجه بالتهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب المعالي القائد العام المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوات الدفاع البحرين بمرور 30 عام على تنفيذ تمرين إنيشال لينك. هذا التمرين طبعا كان يشمل وما زال يشمل الدول الشقيقة والصديقة من جميع أنحاء العالم. خلال 30 عام تم تنفيذ عمليات جوية مختلفة التخصصات، منها الدفاع الجوي ومنها الهجوم ومنها التحالفات. الوضع الحالي يتطلب منا التحالف مع عديد من الدول، من الدول الشقيقة والصديقة، وبتوجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة قوة دفاع البحرين قامت بالتحالفات مع عدة دول شقيقة وصديقة، وتمرين إنيشال لينك هو خير نتيجة على هذه التحالفات. يعد تمرين الربط الأساسي من أقدم وأكبر التمارين المشتركة بين الدول على نطاق الشرق الأوسط خلال 30 سنة الماضية. من خلال 10 سنوات الماضية تم اشتراك جناح تدريب الطيران في التمرين، وقام بدور الإسناد الجوي التدريبي والعملياتي. تفخر القوات الجوية الملكية السعودية بالمشاركة جنبا إلى جنب مع إخوان الأشقاء في سلاح الجو الملكي البحريني في تمرين الربط الأساسي، والذي يتزامن مع مرور 30 عاما على انطلاقته. ولقد حقق التمرين أهدافه المنشودة في تعزيز التعاون الدفاعي المشترك وتبادل الخبرات بين المشاركين بكل كفاءة واحترافية. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يحفظ أمننا ويوفق الجميع لكل خير. إنه من الرائع التواجد هنا ضمن سلاح الجو الملكي، والذي يمثل التعاون المتحقق منذ سنوات وعملية الدمج في التدريب والعمل في سلاح الجو. إن الربط الأساسي يمثل تاريخا جيدا على مدى 30 عاما حتى الآن، ونأمل المشاركة في السنوات القادمة كذلك. إن العلاقات بين البحرين والمملكة المتحدة قوية، وكانت كذلك على مدى عوام، وبالتأكيد هذا العام وباحتفال قوة سلاح الجو بمئويتها وحضور سلاح الجو البحريني إلى بريطانيا لتقديم عرضهم الجوي، نحن نتطلع لحضور معرض البحرين الدولي للطيران المقبل، حيث سنشارك بطائرتي تايفون بالإضافة إلى مسؤولين كبار، لذا نحن نعمل معا على صعد مختلفة. وفي هذا التمرين وعلى الرغم من أننا لا نشارك بطائرات، إلا أننا نحاول توفير الدعم حيث نستطيع في التخطيط والمساعدة في تطوير سلاحي الجو في البلدين.